السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن. اليوم جايب لكم الإضافة الجديدة اللي هي حق لعبة ماينكرافت ستوري مود، طبعا الإضافة اللي نزلت أبسويد 7 اللي هي باسم أكسس دينايد. طبعا إضافة جديدة، طبعا راح يكون من الأبسويد أو المرحلة الأولى لحد المرحلة السابعة اللي هي الإضافة الأخيرة، يعني 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 جميع المراحل راح تكون موجودة مع الإضافة الجديدة. خلونا نبدأ يا شباب الشرح. طبعا أول شيء راح تروح بالوصف راح تلاقي رابط، طبعا تضغط على تخطي الإعلانات، راح تنتظر شوي وراح تضغط على التحميل من خلال متصفحك، راح يجيك مجلد مضغوط بهذا الشكل. لما تفك الضغط راح يجيك ملف التورنت. طبعا حجم اللعبة 4 تقريبا 40 جيجا بايت. خلونا نشوف الحجم، راح يكون 4.91 جيجا بايت او قريب 5 جيجا بايت. اول مرة توصل لعبة لهذا الحجم. طبعا لو تلاحظوا الابسويد 1 لحد 7. طبعا طريقة التثبيت يا شباب جدا سهل، تضغط على البارت 1 هذا هو كذا، تحدد مكان تثبيت اللعبة من البراوز اي ديسك انت تبي، بعد كذا تضغط على انستول. بعد ما تثبت اللعبة راح تكون جاهزة ومكركة، ما يبيلها اي كراك او اي شيء. طبعا راح تجيك الأيقونة على سطح المكتب بهذا الشكل، تشغل اللعبة من هذه الأيقونة. خلونا يا شباب نشغل اللعبة ونروح نشوف اللعبة مع بعض. يلا يا شباب، طبعا راح أشوفكم يا شباب من داخل اللعبة. رجعت لكم يا شباب من داخل اللعبة. طبعا لو تلاحظ على جهة اليمين تحت أسفل الشاشة راح تلاقي الإضافة كاتب لك أبسويد 7 أكسس دينايد إز هير، يعني موجودة الإضافة وشغالة ما فيها أي مشاكل. طبعا ما تقدر تضغط عليه من هنا، تضغط من البلاي وتلعب بالإضافة. نشوف هو الحين يحولنا المتصفح، خلونا نتأكد بس. طبعا أعتقد الإضافة الأصلية راح يعطينا هنا أبسوي 7 اكسس دينايت تريلر، طبعا التجريبية بس هي موجودة الحين مع اللعبة المكركة، ما يحتاج يعني إنك تروح للعبة الأصلية. تلعب من هنا بلاي. طبعا اول ما تشغلوا اللعبة يا شباب راح تكون الشاشة يعني ما فل اسكرين، عليك انك تضغط من يمين الكيبورد الت مع انتر مع بعض وراح تصير فل اسكرين. طبعا لو تلاحظوا الحين هنا الابسويد 1 واسم اسم المرحلة او اسم الاضافة، طبعا هاي الجزء الاول لما تخلصها راح يعطيك هنا ابسويد 2 ابسويد 3 الى اخره لحد ما توصل الاضافة السابعة وراح تلعب فيها. طبعا اعتقد وصلنا للنهاية يا شباب، لو تلاحظوا ابسويد شابتر 1 شابتر 2 لحد ما توصل شابتر 7 راح يكتب لك هنا. طبعا راح احط لكم بالوصف اسامي الاضافات تحت مع اسم الاضافة الاخيرة. اتمنى يا شباب يعجبكم المقطع، لا تنسوا تحطوا لايك مفضلة ونشر، واللي مو مشترك يشترك بالقناة لان القادم افضل باذن الله. كان معكم اخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن واشوفكم على خير.